باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اهنئكم ايها الاحباء في هذا العام الجديد وفي عيد الميلاد المجيد. ويسرني في البدايه ان اشكر ونرحب بحضور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الزياره التي نرحب بقلوبنا بحضوره ويفرح الجميع ونشعر بهذه القيمة العالية، وهو يهنئ كل المصريين من الكاتدرائية ببداية العام الجديد ويهنئهم أيضا بعيد الميلاد المجيد. في البداية أيها الأحباء أود أن أبعث بكل التهاني إلى كنائسنا المصرية خارج مصر، الكنائس والإيبرشيات الموجودة في قارات العالم في أوروبا وفي أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي مدينة القدس أورشليم وفي منطقة الخليج وأيضا في بعض دول آسيا وفي قارة أستراليا. أهنئ الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة في الكنائس والإيبرشيات والأديرة، وأهنئ كل المصريين المتواجدين في الخارج وقد رحبوا ببرقية السيد الرئيس وهو يهنئهم بهذا العيد المجيد. عندما نحتفل في عيد الميلاد أيها الأحباء وهو فاتحة الأعياد للسنة، ويأتي الإنسان لكي ما يرى عدة مشاهد في قصة الميلاد يمكن أن نضعها تحت عنوان استجابة الإنسان. نحن جميعا عندما نصلي في صلواتنا في معابدنا في مساجدنا في كنائسنا نختم دائما الصلاة بكلمة أمين، وكلمة أمين تعني استجب يا رب. نصلي الصلاة وننهيها بكلمة أمين، وهذه الكلمة كلمة واحدة تقريبا في جميع لغات العالم، ونقول أمين معناها استجب يا رب. والله كثيرا ما يستجب من أجل صالح الإنسان، ولكن السؤال الآخر أنت أيها الإنسان هل تستجيب لصوت الله؟ الله خلق لنا الأذن، والأذن هي جهاز السمع، وخلق لنا أذنان لكي ما يسمع الإنسان ويزن كل كلمة يسمعها ويحدد كيف تكون الاستجابة. وحضراتكم تعلمون أن كلمة أذن باللغة الإنجليزية ear، وهي الكلمة المتضمنة في كلمة heart قلب، يعني كلمة قلب بالإنجليزية في داخلها الثلاث حروف اللي معنى كلمة أذن. فكأن الإنسان له أذن خارجية وله أذن داخلية، ومن خلال الأذن الخارجية والداخلية يستجيب. فما هي استجابة الإنسان؟ في الكتاب المقدس وفي سفر المزامير توجد هذه الآية: ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. وقت الضيق نرفع قلبنا لربنا، يوم ربنا يسمع ويستجيب ويأتي وينقذ الإنسان. ولكن هل الإنسان يستجيب لصوت الله، لصوت العقل، لصوت الإنسانية، لصوت الحكمة؟ وهنا أيها الأحباء نجد أمامنا مجموعة من المشاهد في حدث الميلاد المجيد تكشف نوعيات البشر. النوعية الأولى هي الإنسان الذي يملك أذن الطاعة والقلب المطيع، ونجد هذا في سيرة القديسة مريم العذراء. مريم العذراء فتاة صغيرة اختارها الله واصطفاها وجعلها هي التي تلد السيد المسيح، وعندما استمعت إلى هذه البشرة وهي بشرة مدهشة وغريبة، لأن مريم العذراء لم تتزوج، ولذلك أجابت الملاك الذي بشرها بعبارة قاطعة تبين نوعية قلبها ونوعية أذنها، فقالت: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك.
تقول للملاك منتهى الطاعة. ربما واحد في مثل هذا المشهد يجادل ويناقش ويعترض ويتذمر. أما أمنا العذراء لأنها تملك الأذن المطيعة والقلب المطيع، ولذلك قالت هذه العبارة: هوذا أنا أمة الرب خدامة ربنا ليكن لي كقولك، زي ما الملاك قال. ولذلك نحن نقدسها ونعلي شأنها ولها الاحترام البالغ في أدياننا. المشهد الثاني هو مشهد الأذن النقية والقلب النقي اللي نيته حلوة. في واحد نيته النية دي مش بتبان، في قلبه مش كويس، وبالتالي استجابته مش كويسة. المشهد الثاني للأذن النقية والقلب النقي ونجده عند الرعاة. هؤلاء الرعاة كانوا يرعون قطعانهم في الليل، يسهروا جنبها، يولعوا شوية نار، يتدفوا في برودة الشتاء، وبيحرسوا القطيع اللي قدامهم. وفجأة ظهر أمامهم ملاك يبشرهم بفرح عظيم بميلاد السيد المسيح. فنجد هؤلاء الأنقياء يقوموا فورا وياخدوا بعضهم ويروحوا لغاية مكان الميلاد، وهو مزود حظيرة للبقر، ويوصل لغاية هناك ويشاهدوا الصبي السيد المسيح مع أمه مريم والقديس يوسف النجار، ويبتهجوا ويفرحوا. وتصير هذه الحكاية أو هذا المشهد يصير في حياتهم ويسجل في الكتاب المقدس. ودن نقية وقلب نقي، ولذلك استجابة كانت استجابة فورية. المشهد الثالث نجده في قرية بيت لحم. هذه قرية صغيرة جدا ومحسوبة أنها من أصغر القرى، ولكن بيت لحم في زمن ميلاد السيد المسيح أصدر الإمبراطور الروماني قرارا بالاكتتاب، الاكتتاب اللي هو التعداد. فقال كل واحد يروح البلد اللي اتولد فيها. فكانت بيت لحم تلك القرية الصغيرة مزدحمة جدا ولم يعد فيها مكان. طبعا حضراتكم عارفين في ذلك الأزمان ما كانش فيه لا فنادق ولا بيوت ضيافة ولا أي حاجة، وكانت كل منازل القرية ممتلئة ومزدحمة. ويأتي يوسف النجار حارس أمنا العذراء مريم التي ستلد، ولم يوجد مكان في بيت لحم، فيش مكان. ولفوا من بيت لبيت ومن مكان لمكان ويخبطوا على كل باب، مفيش مكان، مكان مزدحم. أما ذلك الإنسان الذي لا نعرف اسمه وهو صاحب بيت له مزود، كلمة مزود كلمة عربية رقيقة بدلا من كلمة حظيرة. حظيرة زي ما كلنا نعرف البيت بيبقى السكان قدام وورا فيه الحظيرة، والحظيرة ده هي فيها شوية حيوانات قليلة، وبيحط لهم الأكل في طوالة كده ويسموها زوادة، كأنه بيأكل الحيوان بيأكل العلف بتاعه. فصاحب هذا البيت تفتق ذهنه بفكرة فيها إبداع. قال لهم البلد كلها مليانة والبلد كلها مزدحمة، ولكن في مكان في المزود، تحبوا تدخلوا في المزود؟ وقد كان. وهذا يمثل الأذن المتسعة والقلب المتسع. في واحد أسهل معليه يقول كلمة لأ، تيجي تقول له الحاجة الفلانية يقول لك لأ لأ لأ، دي سهلة قوي. أما الإنسان المجتهد فيتميز بأن قلبه واسع، فكره واسع متسع. ولذلك فكروا في استضافة هذه الأسرة الفقيرة في مزود للبقر، ومن هذه الاستضافة الصغيرة جدا في تلك القرية المغمورة جدا يولد السيد المسيح، وتنتشر سيرته في كل العالم، وتصير بيت لحم أشهر قرية في العالم، ويصير المزود مكانا مقدسا حتى هذا اليوم يزوره ملايين من البشر. في قلب واسع، في قلب بيفكر، في قلب وأذن بتسمع وبتفكر إزاي تحل المشكلة. لأن زي ما قلت لحضراتكم كلمة لأ أسهل حاجة، تقفل الباب وخلاص.
أما الإنسان الذي يفكر جيداً فيمتلك أذن متسعة يفكر، ويمتلك قلب أكثر استساعاً، وتصير ضيافة هذه الأسرة الفقيرة ضيافة تحكي بها كل الأجيال. وها نحن في القرن 21 نحكي بهذه القصة، الأذن والقلب المتسع. مشهد رابع، وهو مشهد الأذن المشتاقة والقلب المشتاق أو المتلهف، وهو مشهد المجوس. المجوس حكماء وعلماء يعملون بالفلك وبالنجوم، وكانوا يسكنون مناطق ما بين النهرين في العراق وإيران، وكانوا أصحاب فلسفة وأصحاب حكمة. وكان في كتبهم مكتوب عندما يظهر نجم له صفات معينة ويتحرك من المشارق إلى المغارب فإنه يكشف لنا الحقيقة. ومكتوب في كتبهم أنه لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا إذا جاء رب الحقيقة بنفسه وأعلنها للإنسان. شافوا النجم، حضروا هداياهم بحسب فلسفتهم، ذهب ولبان، اللبان اللي هو البخور، والمر، والمر ده ناتج نباتي. وابتدوا بحسب الاستجابة بتاعتهم المشتاقة والمتلهفة أن ترى ملك اليهود. فتحركوا من بلادهم، وتحركوا أعداد كبيرة، ما كانش فيه طبعا لمواصلات ولا حاجة، فبيستخدموا الجمال، واتحركوا مسافات طويلة خدت أسابيع أو ربما شهور إلى أن وصلوا إلى هيرودس الملك، ملك اليهودية. وسألوه، وتاخدوا بالكم من المجوس دول عبادتهم عبادات وثنية. وصلوا سألوه، أما هذا الهيرودس الخبيث فقال لهم بس عرفوني هو فين وأنا أروح أسجد له. وطبعا كان يضمر شرا في قلبه. راحوا بحسب النجم وأشارهم، أشار إليهم إلى المزود، ووقف النجم فوق المزود، ودخلوا هؤلاء المجوس الحكماء وقدموا هداياهم التي لها المعاني الرمزية في حياة السيد المسيح. وبعدين فكروا أنهم يرجعوا لهيرودس، لكن ظهر لهم حلم أنهم يرجعون من طريق أخرى ولم يرجعوا إلى هيرودس. كانت استجابتهم تمثل استجابة الإنسان المشتاق، الإنسان المستعد. في واحد تقول له حاجة يقولك حاضر، وفي واحد يقول تقول له حاجة يقولك حاضر ويصهين وينام فيها، وفي واحد على طول شغال واخد باله ملتفت ويعلم أن الوقت قيمة غالية في حياة الإنسان، وما يصحش أن الإنسان يضيعها في التسويف، يضيعها باطلا. هذه يا إخوتي مشاهد أربعة لاستجابة الإنسان: أمنا العذراء القلب والأذن المطيعة، والرعاة القلب والأذن النقية، وبيت لحم القلب والأذن المتسعة، والمجوس هم القلب، يمثلوا القلب المشتاق والمتلهف للحقيقة. أما المشهد الخامس فهو يخص هيرودس. هيرودس وكان إنسانا خبيثا وأضمر شرا عندما علم أن هناك ملكا آخر ولد. وتصوروا كده وياي ملك كبير بالهيلمان بتاعه خايف من ملك صغير لسه مولود بقاله أيام أو أسابيع. ولذلك عندما لم يرجع المجوس إليه، هذا الملك هيرودس أصدر قرارا بقتل أطفال بيت لحم، وهذه أول حادثة شهداء في تاريخ المسيحية، كانوا أطفال. وقتل الأطفال الذين في بيت لحم من سن سنتين فما دون، وهو يأمل أن يكون في بينهم الملك المولود السيد المسيح. ولكن السيد المسيح كان مع أم العذراء مريم والقديس يوسف النجار، هربوا إلى مصر المكان الآمن. وكأن التاريخ أيها الأحباء يعيد نفسه، ويبدو أنه في كل زمان يظهر هيرودس الشرير الذي لا يسمع ولا يستجيب لصوت لا الإنسانية ولا صوت العقل ولا صوت الحكمة. وها نحن في الأسابيع الأخيرة شاهدنا مجازر يدمي لها القلب ونتألم لها كثيرا،
ويطيح بالأذن التي لا تستجيب، يطيح بكل شيء سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي، ولا نسمع أي استجابة لا إنسانية ولا غير إنسانية لما يحدث على الأراضي المقدسة في فلسطين. إننا نتألم كثيراً، ولذلك خصصنا الشهر الماضي في الشهور القبطية شهر كياك، لكيما نصلي من أجل أن يحل الله بسلامه وأن يعطي الأذن التي تستجيب. ومكتوب يا إخوتي الأحباء: من له أذنان للسمع فليسمع. صح، عندنا ودان، وأحيان ودن الإنسان تبقى من ناحية الصحية جيدة جدا، وأحيان واحد يقول لك أنا ودني بتسمع دبة النملة ولكنه لا يسمع إلى وصية الله. ففي الوصايا العشر هناك الوصية التي تقول لا تقتل، وهي وصية قوية وواضحة جدا في عبر العهد القديم وممتدة بالطبع إلى العهد الجديد، ولكن يطرح صوت الله جانبا ونسمع عن شهداء وضحايا ومصابين ومجروحين وبيوت مدمرة بصورة مزعجة للغاية. وأعتقد أن التاريخ سيقف أمام ما يحدث من مجازر، سيقف وقتا طويلا. عيد الميلاد أيها الأحباء هو دعوة لنا جميعا أن تكون لنا الأذن التي تستجيب، الأذن التي تسمع، الأذن التي تعمل، الأذن التي تطيع، لأنه عكس ذلك يضيع الإنسان وينسى الوصايا الإلهية وأصوات الحكمة الإنسانية، وينسى أن الإنسان مهما تعاظم ومهما تكبر فيروس صغير زي اللي حصل في أيام كورونا يوقف الدنيا بحالها، فالإنسان ضعيف. ولكن استجابته لصوت الله تعطيه غنى وتعطيه قوة. ولذلك أرسل لنا الله الرسالات السماوية لكيما نستمع لصوته ونتمتع بوصاياه ونعيش فيها في حياتنا، فتصير حياتنا أفضل وأفضل وأفضل. في عيد الميلاد المجيد نرفع قلوبنا وصلواتنا من أجل كل المتألمين ومن أجل كل المجروحين، ونرفع صلواتنا من أجل كل مناطق الصراع والحروب والعنف، ونصلي أن يمنح الله سلاما، لأنه مكتوب: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. في بداية السنة نحن نفرح بأن هذه السنة تكللت بالانتخابات الرئاسية وبنجاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسا للفترة القادمة. وكما بدأ هذا المشوار في قيادة مصر بالمشروعات والإنجازات وبناء الدولة والإنسان بهذه الصورة القوية، منحه الشعب هذه الشهادة الفاضلة أن يكمل المسيرة. ولذلك نحن نصلي من أجله ومن أجل كل المسؤولين أن يعطيهم الله النعمة والحكمة والمعونة، وأن يبارك في مسؤوليتهم. وأعلم تماما أن كل المسؤولين في بلادنا على أعلى درجة من الأمانة والإخلاص والانتماء للوطن ومحبة التراب، تراب الوطن الغالي. وأعلم أنهم يحملون مسؤولية عظيمة جدا، فنحن لسنا دولة صغيرة، فمصر العظيمة بتاريخها العظيم وحضارتها الغنية، والمسؤولين فيها يحملون مسؤولية كبيرة جدا، ولذلك يحتاجوا منا دائما أن نصلي وأن ترافقهم المعونة الإلهية. أكرر شكري ومحبتي لحضوركم وتهنئتكم ومشاعركم الرقيقة التي تعبرون عنها دائما. هؤلاء الذين شرفونا في زيارة المقر البابوي أو في البرقيات واليوم بالحضور، أشكركم كثيرا على هذه المحبة، ونصلي دائما أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعا مع بعض، وهذه المحبة هي التي تتماسك فيها القلوب وتعمر الأرض، ويبقى كل إنسان فرحان بحياته وفرحان بانتمائه إلى أجل مصر. الله يحفظكم جميعا ويبارك في هذا العام الجديد،
وإن كانت هناك بعض الأزمات فمصر واخدة على الأزمات وعارفة أن عين الله تحرسها، ومصر نفسها محروسة في قلب الله. وأنا واثق وكل إخوتي الأحباء من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب، نحن نصلي من أجل أن يسود مصر دائما هذه المحبة وهذه الألفة، وتكون مصر دائما في مقدمة كل الأمم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.